طيب الاستثمارات الأجانب، ودي مؤشر جيد ولكن دايما في ولكن. فاستثمارات الأجانب المباشرة في أدوات الدين، وأنا شايفة أن بعض المؤسسات بالفعل يعني أي حد يعني بيستثمر بيجيله حتى النوتيفيكيشنز، أدوات أنه المؤسسات الأجنبية ابتدت تقول يا جماعة بصوا على البونز المصرية، بصوا على أدوات الدين المصرية. ده أمر جيد، ولكن إزاي ما ندخلش في الدوامة السابقة؟ هو طبعا طبعا امر جيد انه فلوس بتجيلنا، ده اكيد، بس دي اللي احنا بنسميها الهوت ماني او الاموال الساخنه، واللي هي ممكن تهرب بسرعه في اي وقت، لان ادوات الدين دي قابله للبيع في اي وقت. احنا عايزين نركز اهتمامنا على اموال المستثمرين اللي جايه تقعد وتستثمر جوه البلد، تستثمر في شراء اصول او تستثمر في بناء مصانع او في نشاط اقتصادي. هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه ونهتم بيه. اهتمامنا بيه يجي ازاي؟ مرونه سعر الصرف عامل اساسي لا جدال فيه في انه المستثمر اللي هو بيستثمر جوه البلد يجي. ليه؟ لانه ما فيش مستثمر اجنبي هيجي او هيبقى سعيد بوجود سعرين للصرف، سعر رسمي وسعر غير رسمي، لا ده كلام اقتصاديا غير مقبول، وده لازم احنا نتخلص منه في اقرب فرصه ممكنه. الحاجة الثانية بقى المهمة قوي هو سياسات الاستثمار بتاعتنا، اللي هو كيف نجعل مصر بلد جاذبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي. وأنا الحقيقة عايز أقول أن المحلي لا يقل أهمية عن الأجنبي. بالعكس، لأنه لما المحلي يبقى سعيد ومبسوط باستثماره هو ده أكبر دعاية للمستثمر الأجنبي يجي. المستثمر الأجنبي قبل ما بيجي بيبص على المستثمر المحلي، يا مستثمر يا محلي انت مبسوط ومستريح يبقى صحيح. انا هاجي، ما هوش مبسوط لا المستثمر الاجنبي هيجد صعوبه في انه يجي.